ميزانية الأهلي بكتفي طبعا بهذا القدر من أسئلة السوشيال ميديا، أنا أثقلت عليك معلش حقك لا لا، عليا انا يعني. متشرف بوجودي مع ميزانية حضرتك يعني. الأهلي وما علمته إنه نحن أمام رقم 7 مليار. أسطوري، احكي لي شوية. 7 مليار بس طبعا هي الميزانيه برضو، عشان الناس دايما بتبقى فاهمه ان الميزانيه 7 مليار دول موجودين عندك في جيبك. موجودين في خزنه النادي وفي ومع النادي الاهلي، فيقول لك طب انتوا ليه ما جبتوش كذا، طب نعم عملتوا كذا. فطبعا هي 7 مليار ده بس حجم الميزانيه، لكن طبعا ده بيمثل يعني بنود كتير جدا، نعم منها انت الاسيتس بتاعتك او نعم الاصول بتاعتك دي من ضمن الحاجات دي. يعني انت نعم اصولك الحمد لله مثلا في الميزانيه اللي فاتت كانت مليار و100، نعم الميزانيه دي 2 مليار، فانت الحمد لله اصولك طبعا، لان ده الطبيعي ان نعم اصولك على الارض انت بتعمل قاعده انشائيه كبيره، حلو بتفتح فروع جديده، وحتى لو فضلت ثابت على وضعك انت الاصول دي بتزيد. بتزيد مع نعم الوقت، فده بيزود في الميزانيه. نعم عندك طبعا الاشتراكات، دي من اكبر البنود الحمد لله اللي عندنا، اشتراكات نعم عضويه، وده برضو القالب اللي هو موجود في مصر مش موجود بره، لان انت ما عندكش نعم فكره الانديه الاجتماعيه الرياضيه دي بره، فموارد بره يعني عالميا غير الموارد المحليه اللي جوه مصر شويه، لكن دي من اكبر البنود اللي النادي الاهلي نعم بيتدخله موارد او بيعتمد عليها ماليا، نعم العضويات يعني من اكبر اي الحاجات. حتى قطاع كره القدم الحمد لله يمكن في في مكسب اوقات السنه دي في مكسب السنه دي، يعني انت حوالي تقريبا 18 مليون جنيه تقريبا او 15 68 68 مليون. انت تمام بتصرف تقريبا على قطاع كره القدم يعني حوالي مليون و100 تقريبا، او نعم وبتكسب منه بقى مليون 168 او مليون 175 بالظبط، ما شاء الله مش مليون سوري، مليار مليار. مليار 175، ده المكسب اللي جاي للنادي الاهلي من قطاع الكوره او الموارد اللي جايه للنادي الاهلي مليار 175، وانت بتصرف عليه حوالي مليار حاجه و80. نعم فانت بالنسبه لك المكسب قليل، لكن في النهايه كويس ان انت عامل مكسب، لان في اوقات كتيره قوي انت ما كانش جاي لك مكسب تقريبا من صحيح النادي، صحيح. يعني كان مكسبك قليل جدا. خلينا شويه اكلمك على النشاط الرياضي لانه ده مهم جدا. الناس كانت سعيده جدا فوز الباسكت بكل البطولات. الموسم اللي فات كان شويه مش جيد، لكن الطايره استعادت عافيتها بالكامل، الهاندبول استعاد عافيته بالكامل، الكره بسم الله ما شاء الله البطولات تقريبا بالكامل باستثناء بطوله او اتنين على اكتر تقدير. ولو دخلنا في العاب القوه ودخلنا في السباحه ودخلنا في كاراتيه ودخلنا في حاجات كتيره جدا النادي الاهلي، بس ده حمل عليكم. هل وكل سنه جمهور الاهلي ده بدا النهارده يفكر في الطايره بنات ويفكر في الباسكت بنات، والولاد بتوع صفحات العاب الصالات يعني طول الوقت عاملين نوع من انواع التحفيز ساعات شويه لكن هم في الاخر حبا في النادي يعني هو زي ما كنت بحكي لحضرتك اللي هو اللي ساعات الاهلي. بيجي لنا تخسر ماتش فيجي لك رسائل هجوميه، لازم نستوعب ده يعني، انت بالظبط لازم تستوعب بالظبط. الجمهور نعم والناس والصفحات والسوشيال ميديا. بتفكروا في ايه؟ اللي احنا بدأنا السيزون الجديد، عندك مسابقات ناشئين وعندك مسابقات كبار وعندك العاب رياضيه مختلفه، مرتبين البيت ازاي؟ احنا موضوع طبعا النشاط الرياضي من ضمن البنود زي ما بنحكي في الميزانيه، يعني نعم البنود الكبيره جدا اللي انت بتصرف عليها طبعا مصاريف، يعني في النهايه نادي رياضي. يعني انت نعم مصاريفك تقريبا 450 مليون على النشاط الرياضي في السنه، ومش بتكسب منه تقريبا لا يعني. ده ما فيش مكاسب خالص. لان انت ليه ما فيش مكاسب؟ لان انت مكاسبك اصلا او بنود مكاسبك زي ما احنا قلنا كانت شويه من الاشتراكات، من العضويات، من الرعايه، من المكافآت بطولات نعم افريقيا والاتحاد طبعا الدولي، فكلها بره سياق النشاط الرياضي. فاحنا بقى لازم فعلا نبدا نفكر، دي فعلا تشالنج مهمه جدا وتحدي كبير جدا، لازم نبدا نفكر ازاي نعظم مواردنا من النشاط الرياضي، نعم وازاي نبدا ان احنا هل في ممكن فكره؟ مع هل الفكر في يعني انت طبعا 450 مليون بتخسرهم سنويا، وده لازم ان انت تعمله. انت خلي طبعا بالك حضرتك انت كميات عندك الالات العاب يعني. بالظبط كده، نعم لازم انت تعمل، وهي طبعا معظمها يعني انت مثلا قطاع اليد 130 مليون، قطاع قال الطايره الباسكت بنات كانوا لسه في تنزانيا وقبلها كانوا مش عارف فين، والهاندبول كانوا فين وهكذا يعني. انت اليد نعم والسله والطايره يعني هما لوحدهم ده 130 يد، 100 سله، 70 طايره، فدول لوحدهم يعني دول لوحدهم 300 مليون من ال ايوه 440. نعم بس انت في النهايه الالعاب دي اللي اقصد اقوله الالعاب دي بدا مؤخرا لا جماهيريتها بتزيد، مش عايزه كلام قاعده الشعبيه مش بتاعتها عايزه بتزيد، كلام. فلازم ان احنا فعلا نبدا يبقى في رعاه منفصلين ممكن للالعاب دي. انا بتكلم مستقبلا نعم افكار نعم تبدا ان انت حقوق البث عندك مهدره جدا طبعا مش مش عايزه كلام. موجوده، انا عارف حتى حقوق كابتن الاستريمنج خطيب لما كان مهتم بيتحاور جدا نعم كان بالنقطه دي، مهتم بهذا انت الامر لازم يعني. تبدا على الاقل مش بقول ان انت هتحقق مكسب بس نعم تقلل شويه الجاب دي. تقلل الخساره.